السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد أبو المجد من قناة عشاق الخط العربي على اليوتيوب. النهاردة معنا حلقة، يعني حلقة مهمة جدا جدا جدا، وهي خارج سياق درسنا من فترة طويلة. لفت نظري الموضوع ده، وأكيد لفت نظر حضراتكم، أن بعض الناس بتكتب عبارات خاطئة، والمشكلة أنها بيكون ليها بتحول مسار الكلمة نهائيا من معنى إلى معنى تاني خالص، وخصوصا لما تكون شيء جاي في ثوابت الدين، جاي في ثوابت الدين، فالموضوع بيبقى صعب شوية عليا وعلى معظم الناس. فتعالوا كده نشوف العبارة، وبرضو منها نتعلم إزاي نكتب العبارة بخط صحيح. زي ما هو باين من العنوان كده، أخطاء شائعة. في ناس بتكتب إن شاء الله، بيكتبوها كده، أنا بحاول برضو أكتب براحتي علشان حبايبنا اللي عايزين يتعلموا معانا وبيتعلموا معانا بالفعل. الشكل ده طبعا خطأ، مفيش حاجة اسمها إنشاء الله، ده طبعا يعني بتدي معنى تاني خالص غير المعنى الصحيح. ده طبعا كده نكتب كده غلط. الصح بتاعها إزاي؟ بنكتب كده إن شاء الله، يبقى الشكل ده خطأ والشكل ده هو اللي صح. في ناس تانية برضو بتكتب إنا لله وإنا إليه راجعون، بيكتبوها غلط. في ناس بتكتبها كده، انا كنت هكتبها صح والله اهو. الشكل ده طبعا خطأ، وتحديدا في بداية الآية هي بتنكتب كده إن، النون بعدها ألف ما بتجيش كده، تمام؟ وهنا برضو تشديدة شدة وفتحة، إنا لله وإنا إليه راجعون. المشكلة بقى في آخر حاجة هنقولها لكم، هتستغربوا جدا، في ناس بتكتبها بشكل غريب جدا، ولكن برضو هي هناخدها. يبقى ده الشكل الصحيح لإنا لله وإنا إليه راجعون. بعض الناس برضو بتيجي تقسم، عايزة تقول والله، فبيكتبوها كده الواو والألف، بشوفها كتير والله في التعليقات بتاعت الناس، فده اللي خلاني برضو إن أنا أعمل إيه، أعمل الفيديو. بيكتبوا والله كده، ده طبعا شكل خطأ تماما، وهي الصح بتاعها الواو بتتحط قدام لفظ الجلالة، ولفظ الجلالة اهو في كسرة في الاخر، والله ده قسم، يبقى ده الشكل الصحيح وده الشكل الخطأ. بعض الناس برضو بيكتبوا الله، الله اكبر، بيكتبوها ازاي؟ بيكتبوها كده، الله هو أكبر، ده طبعا غلط. الله أكبر بدون الواو بتنكتب كده، الله أكبر، يبقى ده الشكل الصحيح. بعض الناس بيكتبوا برضه يا رب، بيكتبوها ازاي؟ ياء وبعدين رب، ده طبعا غلط.
الياء المفروض ان هي نداء، الياء نداء، ده طبعا غلط، نداء، فلازم تكتب هكذا يا رب. ده طبعا الشكل الصحيح. برضو معانا العبارة الأخيرة بقى اللي احنا بنقول عليها، اللي الناس كلها بتخطأ فيها، معظم يعني بشوف ناس كتيرة جدا وناس متعلمة وناس عندها ثقافة، وللأسف الثقافة بتاعتهم بتكون محدودة فبيكتبوها كده. هو طبعا جل من لا يسهو، في الأول وفي الآخر جل من لا يسهو، ولكن عليك ان انت تعرف الحاجات دي لانها تعتبر ثوابت، تعتبر ثوابت. في ناس بتكتب حسبي الله ونعم الوكيل، بيكتبوها ازاي؟ بيكتبوها كده، حسبي الله ونعمه، بيكتبوها كده. حد هيقول لي هم بتشوفها ازاي دي؟ في حد بيكتب كده؟ اه انا بشوفها في التعليقات بتاعت اصدقائنا على الفيسبوك، وللاسف في صفحات كبيره جدا وتلاقوهم كاتبين حسبي الله ونعمه الوكيل. غلط طبعا، طبعا دي غلط. الغلط اللي هنا ايه؟ ونعمه بتكتب هكذا. انت برضو الناس اللي حابه تتعلم خط وتتابع الفيديوهات بتاعتنا، هسيب لكم في الديسكريبشن تحت او في صندوق الوصف حلقات من تعليم الخط او تحسين الخط بالقلم العادي، تقدر تشوفها هتفيدك ان شاء الله. وممكن برضو تكتب ورانا العبارات دي، ما تكتبش العبارات الخطأ، اكتب العبارة الصحيحة، حسبي الله ونعمه الوكيل. دي العبارة الصحيحة. لما نيجي نبص هنا، ده الخطأ وده الصح، ونعمة ونعمة. اللي هنا الميم عليها ايه؟ عليها فتحة، انما ونعمة مفيش فيها هاء. ونعمة في ناس بتكتبها ونعمة، دي غلط. هنا برضو الله اكبر، هنا الواو هي الزيادة وهي الخطأ، انما هي هنا ايه؟ صحيحة. يا رب هنا خطأ الياء بس لوحدها، وهنا الياء ألف لأنها نداء، فتكتب ياء ألف وبعدين راء باء على طول، ما فيش حتى مسافة ما بينهم. والله الياء هنا هي اللي خطأ برضو أهي. وكذلك إن لله، إن لله وإن، دي برضو الخطأ، والصح بتاعها هنا إن وإن. إن شاء الله في بعض الناس بتكتبها كده إن شاء، وده طبعا خطأ تأسيس لا يجوز طبعا. هي دي العبارة الصح. على فكرة هتلاقوا كلام كتير جدا بتشوفوه في وسائل التواصل الاجتماعي مش بيعجبكم طريقة كتابة الناس له، فأتمنى تسيبولي برضو في الكومنتات تحت الحاجات اللي بتشوفوها وبتقولوا ان هي خطأ في الكتابة والنطق ايضا. فاتمنى لو فيه كلمات اخرى او في عبارات اخرى ممكن تكون راحة عن دماغي او نسيها، تكتبوها لي في الكومنتات تحت، وهنعمل بيها حلقة تانية ان شاء الله. في تحت في الديسكريبشن هسيب لكم او في صندوق الوصف حلقات تحسين الخط بالقلم العادي، تقدر تستفيد بيها جدا جدا جدا، ما تفوتش ولا حلقة معانا. ولازم أن تكون عامل مختار زر الجرس، مفعل زر الجرس ومختار الكل علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. وبنكتب الاسماء برضو، كتبنا بفضل الله اكتر من 600 اسم عبر القناه، تقدر تبحث عن اسمك داخل قائمه تشغيل خاصه، برضو هسيبها لكم في الديسكريبشن تحت. وبكده تكون انتهت حلقتنا، اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم محمد ابو المجد من قناه عشاق الخط العربي على اليوتيوب، مع السلامه.